خانم نریمان الروسان و آقای محمد الحاج داریم که توجه شما را به آن جلب می کنیم. خانم نریمان الروسان در پاسخ به این سوال که هدف از این اقدام چه بوده است گفت: مساء الخير، كل عام وانتم بخير، يعاد على الأمة العربية والإسلامية بألف خير. بداية في الحقيقة نحن نواب من المملكة الأردنية الهاشمية نؤيد ونؤازر أخواننا في أشرف، ونعتبر بأن كل ما يجري لهم مأساة إنسانية كبيرة، وخاصة نحن في المنطقة العربية نمر في مثل هذه الظروف مع أخواننا الفلسطينية، وبالتالي نحن يعني مؤازرين ومتعاطفين مع ما يحدث في أشرف، وخاصة أولئك الأشخاص العزل من السلاح والعزل من الحماية. فهذا الذي حدث في أشرف قبل فترة بسيطة يعتبر جريمة إنسانية كبيرة، يعني يخجل منها الإنسان يعني بشتى أصوله، سواء كان عربيا أو أجنبيا، لأنه هذه جريمة بحق أشخاص عزل. نحن في مجلس النواب، بعض من أخواننا في مجلس النواب الأردني تنادينا وتعاطفنا مع أخواننا في أشرف. از خانم نریمان الروسان پرسیدیم که شما در سخنانتان در جلسه اعلام تشکیل کمیته عربی اسلامی در دفاع از اشرف به 1000 زن مجاهد مسلمان در اشرف اشاره کردید. به نظر شما چه اقدام ضروری باید برای حفاظت از آنها صورت گیرد؟ حی سیدات فی اشرف و اقول لهم اصبروا ان الله مع الصابرین و انتم یعنی منذ عشرات سنین تقدموا التضحيات وتدافعون عن مبدأ مؤمنين فيه، وهذه المصيبة التي حلت بكم لابد أن يعني تنجلي ويظهر الحق وتنالون حقوقكم. حقيقة أنا يعني لست متعاطفة فقط لكوني امرأة متعاطفة مع سيدات يحمون مدينة بأكملها، وإنما متعاطفة عن مبدأ أولئك النسوة يدافعن عنهم. واعتبر انه من العار ان تهاجم قوات عراقيه، قوات عربيه مسلمه تهاجم اخوات ضيوف على الشعب العراقي منذ اكثر من عشرات السنين، وهن موجودات في اراضيهم محميات بقرار دوله، والان لا يجوز ان نطعن في هذا القرار، ولا يجوز أن نتجاوز هذا القرار لأسباب سياسية. أولئك النسوة أنا بعتبرهم أمانة عند الشعب العراقي حتى يعدنا إلى بلادهم بعد أن يحققنا ما يصبرون إليه من نشر الديمقراطية والحياة الكريمة والحصول على حقهم في حياة فضلة جاهدنا عشرات السنين من أجلهم. از دکتر محمد الحاج